السلام عليكم. ازيكم؟ الحقيقه امريكا اداره ظريفه جدا، وانا هنا اقصد اي اداره امريكيه، ما اقصدش اداره جو بايدن. اي اداره امريكيه بيبقى عندها نوع من انواع الخلافات، خلافات مع اعدائها وخلافات مع حلفائها. الخلافات مع الاعداء واضحه جدا، امريكا ممكن تعمل ايه في اعدائها، ممكن تفرض عليهم عقوبات، ممكن تبهدلهم، ممكن حتى تدخل ضدهم عسكريا. اما اصعب خلاف بالنسبه للاداره الامريكيه هو الخلاف مع الحلفاء. والحقيقه شغل الاداره الامريكيه للخلاف مع الحلفاء له مستويات. اول مستوى ان هو يبتدي ان هو يكلمك بقى في حقوق الانسان، يكلمك في الامور اللي عندك داخل البلد، ما سمعتش الكلام بعد كده يبتدي ان هو يخلي الاعلام بتاعه يهاجمك، ما سمعتش الكلام يبتدي ان هو يسرب تقارير استخباراتيه للاعلام الامريكي عنك. ثم ده يعتمد على قوه الحليف، هل مثلا ممكن يقطعوا المعونه؟ هل مثلا ممكن ان هم يمنعوا تدفق الاسلحه؟ ويبتدي ان هو ياخد ضدك اجراءات قويه. بس الخلاف مع الحلفاء ده اصعب خلاف. الحقيقه النهارده جريدة واشنطن بوست نزل لها تقرير مسرب من وكالة استخباراتية اسمها الدي اي ايه. احنا مش بنتكلم على السي اي ايه اللي هي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لا، انا بتكلم حضرتك على الدي اي ايه، ودي وكالة استخبارات تابعة للجيش الأمريكي، أو دي وكالة استخبارات دفاعية. طلعت تقرير عن حد مهم جدا، نتنياهو. إيه اللي حصل؟ وأمريكا بتحذر من إيه في إسرائيل، وبتحذر من إيه من نتنياهو؟ عايز تعرف؟ هقول لك. عشان اقول لك لازم احكي لك القصه من الاول. من الواضح بان التوتر الامني على الحدود يسير ومنذ مده في منحى تصاعدي، خصوصا مع رغبه عسكريين اسرائيليين وعلى راسهم نتنياهو في توسيع هذه الحرب. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو الحقيقه انا مش معايا راعي، انا معايا اختراع جامد جدا. دلوقتي في ناس كتيره بتحب تفتح شركات في دبي، بس ما بتبقاش عارفه انهي طريق يوصلها لكده، يعني ازاي هتروح ولمين هتروح عشان تفتح شركه في دبي، خاصه ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم حاليا. ففي شركه اسمها أبشر. أبشر هي أكتر شركة ممكن تعتمد عليها في إنشاء الشركات في دبي، هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة. يعني الشركة بتحطك على الطريق الصح، مش محتاج بقى تروح وتسأل، مش محتاج إن أنت تلف وتدور، بالعكس هتروح لشركة اسمها أبشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة. عاوز أقول لك إن أكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة. الجديد بقى عند أبشر إن هم مش بيساعدوك فقط إن أنت تأسس الشركة في الإمارات، في السعودية كمان. ده الحاجة الجديدة والخدمة الجديدة اللي بتقدمها لك أبشر. مش بس كده، وخلي بالك لفترة محدودة جدا أبشر بتقدم لك استشارات مجانية تقدر تعرف من خلالها كل المعلومات اللي محتاجها قبل ما تأسس الشركة بتاعتك، عشان أبشر تكون موجودة معاك خطوة بخطوة. هسيب لحضرتك الرابط بتاعهم أسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم. نخش في الموضوع على طول. إيه الجديد اللي معانا النهاردة؟ ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك، وأول مرة هتسمعه فيما يخص خلاف الحلفاء أو الخلاف بين جو بايدن ونتنياهو. الحقيقة إن كان عندي حبة أسئلة ما كنتش لاقي لها إجابة أوي. إزاي أمريكا عاوز تضرب الحوثيين وبتسحب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من الشرق الأوسط؟ أنا ما كنتش فاهم الموضوع ده. تاني حاجة، إزاي أمريكا مش عاوزة تنساق ورا عملية الاغتيالات والتصعيد ضد إيران، وفي نفس الوقت بتقتل قيادي اسمه أبو تقى في العراق؟ كانت حبة أسئلة كده وأنا ما كنتش فاهمها، يعني تيجي تحكي القصة كده في لوغاريتمات أو في حبة أسئلة ما تبقاش فاهمها. التقرير اللي كشفته واشنطن بوست، وهو تقرير استخباراتي، تقرير في منتهى الخطورة، بس هيجاوبك على كل حاجة، كل اللي أنت عاوزه. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك على فكرة واشنطن بوست راحت ل10 مسؤولين أمريكان في الخارجية الأمريكية وفي الإدارة الأمريكية، تسألهم، حاولت تستقصي منهم حوالين تقرير استخباراتي وقع تحت ايد الجريده. التقرير الاستخباراتي ده بيقول ايه؟ التقرير الاستخباراتي ده بيقول ان اسرائيل بتستعد للحرب مع لبنان، وان اسرائيل بتتخذ اجراءات عسكريه قويه جدا للحرب ضد لبنان، وشن عمليه عسكريه واسعه ضد لبنان. والحقيقه التقرير الاستخباراتي ده انا هايده بكم خبر كده لسه نازل. اول خبر كان نازل في جريدة يديعوت أحرونوت ومعاريف، بيقولوا إن الضباط الصهاينة بيتكلموا وبيحسوا قادتهم إن هم يفتحوا جبهة لبنان. ده أول تقرير كان نزل، وبيتكلموا إن جبهة لبنان أصبح فيها خسائر كبيرة، أصبح إن إحنا بنتكلم عن قصف مدفعي متبادل يومياً فالضباط الصهاينه بيطلبوا من قادتهم ان هم يفتحوا جبهه لبنان. ده خبر. الخبر الثاني هتلاقي ان النهارده تم قصف متبادل بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله. قصف صاروخي وقصف مدفعي كمان، بس خد بالك ان الجيش الاسرائيلي لاول مره يستهدف فرق الكهرباء او الفرق اللي بتعمل على اصلاح الكهرباء في جنوب لبنان. ده استهداف نوعي ما كانش بيحصل قبل كده. امشي بس معايا وشوف الدنيا تمشي ازاي. الحقيقه ان الموضوع ما وقفش عندنا، الموضوع تم الكشف على ان اسرائيل عاوزه ترجع المستوطنين بتوعها لشمال لبنان، والحقيقه ده تقرير كان نزل في دوت أحرانوت، طلعت قالت ان حرب غزه في شهرها الثالث وخلاص احنا ايام ونخش في الشهر الرابع، الحرب دي بعيده جدا عن اهدافها وكلفت اسرائيل لحد دلوقتي 60 مليار دولار على حسب الصحيفه، وفي نفس الوقت لازم تعرف ان اسرائيل والحكومه الاسرائيليه بتدفع تعويضات للشركات الجيش الاسرائيلي استدعى الجنود بتوعها، ده اولا. تاني حاجه لازم تعرف ان الجيش الاسرائيلي لحد دلوقتي ما حققش اي هدف من اهدافه في حرب غزه. مش بس كده، الجيش الاسرائيلي ما استعادش القصر لحد دلوقتي. بس اخطر حاجه في التقرير بتقول لك ايه؟ بتقول لك خلي بالك ان اسرائيل فيها 125 مستوطن مرحب او مش جوه منزله. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الاسرائيليين اللي كانوا موجودين على طول مستوطنات مع قطاع غزه دول تم ترحيلهم لفنادق داخل المجتمع الاسرائيلي. في نفس الوقت مستوطنين على طول الحدود الشماليه برضو تم ترحيلهم لفنادق داخل المجتمع الاسرائيلي. انا عاوزك تبص بقى على التكلفه. الحكومه الاسرائيليه بتدفع للمواطن الاسرائيلي الواحد 6000 شيكل شهريا، تاني مقعدينه في فندق وبيدفعوا له 6000 شيكل، والطفل بيدفعوا عليه 3000 شيكل مرتب شهري، عشان انت سايب المستوطنه بتاعتك وجاي تقعد في وسط اسرائيل فاكيد لازم تاكل وتشرب، فهنديك معونه 6000 شيكل. فدي حسابات ضخمه جدا على الاقتصاد الاسرائيلي. طيب الناس اللي على حدود قطاع غزه المفروض ان هم بيرجعوا. اسرائيل بقى عاوزه ترجع الناس اللي في المستوطنات اللي على طول الحدود مع لبنان، عايزين يرجعوا. والحقيقه ان النهارده الجيش الاسرائيلي طلع قال، هو ونتنياهو عامه طلعوا قالوا ان مستوطني الشمال هيرجعوا، يا بالطريقه الدبلوماسيه ان حزب الله يعقد اتفاقيه سلام مع اسرائيل، يا اما بطرق اخرى. ده نتنياهو قال كده. أقترح على حزب الله أن يتعلم ما تعلمته حماس في الأشهر السابقة. نحن مصممون على الدفاع عن مواطنينا وإعادة أهل الشمال إلى ديارهم. هذا هدف وطني نتقاسمه جميعا ونعمل لتحقيقه. إذا استطعنا سنفعل ذلك بطرق سياسية، وإن لم نتمكن فسنتصرف بطرق أخرى. التقرير الاستخباراتي بيكشف لك عن إيه بقى؟ واسمع، هتلاقي عدة مفاجآت خطيرة جدا. التقرير الاستخباراتي بيقول لك خد بالك ان المخابرات الامريكيه هي وجيش الدفاع الامريكي قاعدين جوه اسرائيل حاليا وليهم عملاء كتير جدا، وبيعملوا تقارير كشفت على ان يوم 7 اكتوبر وقت حماس ما ضربت المجتمع الاسرائيلي وعملت عمليه طوفان الاقصى، الجيش الاسرائيلي بادر، ودي مفاجاه من العراق الثقيل، بادر بقصف الحدود اللبنانيه وقصف مواقع مع حزب الله. ليه؟ قال والله نما العلم الاستخبارات الاسرائيليه ان حزب الله ممكن يكون متعاون مع حماس، ونفس عمليه طوفان الاقصى اللي بتجرى في غزه تتعمل من قبل كتائب الرضوان عند حزب الله، وان كتائب الرضوان تخش تقتحم مستوطنات على طول الحدود الشماليه بعمليه بريه. الحقيقه تقرير المخابرات الامريكيه بيقول ان المعلومات اللي افردتها الاستخبارات الاسرائيليه دي معلومات مزيفه، وان حماس ما كانتش متعاونه مع حزب الله، وان حزب الله فوجئ بعمليه طوفان الاقصى، واللي اكد كده حسن نصر الله ذات نفسه اللي طلع في خطاب يوم 14 اكتوبر وقال لك احنا ما نعرفش حاجه عن اللي عملته حماس او عمليه طوفان الاقصى، حماس ما خدتش منا لا المشوره ولا التعاون ولا اي حاجه. هذه العمليه العظيمه والمباركه والواسعه كان قرارها فلسطينيا 100%، وكان تنفيذها فلسطينيا 100%. قد أخفاها أصحابها عن الجميع، حتى عن فصائل المقاومة في غزة، فضلا عن بقية دول وحركات محور المقاومة. فالمخابرات الإسرائيلية كانت كذبت أو كان تقارير مزيفة ومعلومات مزيفة أفرضتها المخابرات الإسرائيلية عشان الجيش الإسرائيلي يقصف حدود لبنان. طب المعلومة دي خطيرة في إيه؟ إن اللي بادر بالحرب بين حزب الله وإسرائيل هي إسرائيل. اللي ضرب الاول هي اسرائيل مش حزب الله، دي معلومه في منتهى الخطوره. حاجة تانية عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي. الحقيقة ان المخابرات الامريكية بتقول لك ان امريكا متخوفة جدا من مبادرة بتاعة اسرائيل حاليا لقطاع غزة. ايه هي؟ خد بالك ان الامريكان والصهاينة كانوا اتفقوا ان حرب غزة دي هتاخد مراحل او مرحلة جديدة بداية من العام الجديد. تاخد مرحلة جديدة ازاي؟ تاخد مرحلة جديدة ان اسرائيل تخفف التواجد العسكري بتاعها داخل قطاع غزة وتقوم بعمليات نوعية او عمليات استهدافية داخل قطاع غزة. دي المرحلة الجديدة اللي اتفق عليها الامريكان والصهاينة. ماشي كده؟ مش بس معايا. الحقيقة ان الامريكان خايفين ان الصهاينة وهم بيسحبوا جنودهم، لان لحد دلوقتي سحبوا اكتر من 5 كتايب من داخل قطاع غزة ودوهم معسكرات. التقارير بيقول او بيحذر ان نتنياهو ممكن يصدر امر في اي لحظه لتحرك الوحدات اللي جوه المعسكرات دي، مش لتسريحهم، لا يحركهم للحدود الجنوبيه مع حزب الله الاخضر. بيقولك ان اسرائيل هي اللي عماله تصعد ضد حزب الله، يعني مش بس هي اللي جرت رجل حزب الله، هي اللي بتصعد ضده. ليه بقى؟ قالك والله بص، على بدايه السنه هتلاقي تم اغتيال صالح العروري، اغتيال قاده من حزب الله. هي مش رسائل لإيضاح لحزب الله إن إسرائيل جاهزة، لا، ده لاستفزاز حزب الله. ليه؟ لأن نتنياهو عايز كده. نتنياهو شايف، وده بقى اللي رجعت فيه واشنطن بوست ل10 مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية، قالوا لها نتنياهو شايف إن الحل الوحيد لبقائه في السلطة هو إن هو يعلن حرب على حزب الله. وفقا لمسؤولين الأمريكان، على قناعة تامة إن مستقبل نتنياهو السياسي انتهى من تاني يوم عملية طوفان الأقصى. يعني نتنياهو أصلا ده تاني يوم، يعني عملية طوفان الأقصى دي حصلت 7 أكتوبر، يوم 8 أكتوبر نتنياهو ده ملوش مستقبل سياسي خالص. وشايفين إن نتنياهو لو خرج من الحكومة حاليا لا يصلح إن هو حتى يحكم بلدة صغيرة أو مستوطنة صغيرة. ده رأي مسؤولين الأمريكان. فنتنياهو بيمد في الحرب على قد ما يقدر عشان يحافظ على منصبه. طب وإيه المشكلة في كده؟ المشكلة إن ده كان كلامنا إحنا. يعني ده كان كلام محللين الامريكان، هم بيقولوا كده، الاعلام بيقول كده، احنا المقالات اللي بنيجي ننقلها بنقول كده، انما ده راي مسؤولين ان نتنياهو فقد صلاحيته خلاص، ونتنياهو بيبحث عن نصر خارجي لانه فشل داخليا في غزه، فبيبحث عن نصر خارجي عند حزب الله. واسمع بقى الكلام مش ازاي. بيقولك نتنياهو مش بس بيضرب في حزب الله، لا ده شن 43 هجوم على الجيش اللبناني. طب وايه المشكله برضو؟ خد بالك كل حاجه وتفسيرها. الجيش اللبناني ده هي نفس خطه امريكا لقطاع غزه. يعني ايه؟ يعني امريكا شايفه ان الجيش اللبناني ده من ضمن اعوانها او من ضمن المؤسسات اللي هي بتتعامل معاها، وشايفه ان الجيش اللبناني لو حزب الله تم اضعافه باي شكل كان هيتم توريث حزب الله للجيش اللبناني ده. اولا، تاني حاجه، امريكا شايفه ان الجيش اللبناني يعتمد عليه سياسيا، وان هو ممكن ياخد مكان حزب الله في الحدود الجنوبيه للبنان، هو يجي مكان حزب الله في الحدود الجنوبيه. ودي تقريبا خطه مشابهه للي امريكا عاوز تعمله في قطاع غزه، لان في قطاع غزه امريكا عاوزه تجيب السلطه الفلسطينيه تحكم قطاع غزه بس بدل حماس. فنفس بالظبط الفكر، امريكا عاوزه تمشي حزب الله وتجيب مكانه الجيش اللبناني. فاسرائيل هجمت 34 مره على الجيش اللبناني والامريكان ابدوا غضبهم، من ضمنها على فكره غارات كانت بالفوسفور الابيض. اسرائيل ضربت الجيش اللبناني بالفوسفور الابيض بس، فالامريكان انزعجوا جامد جدا. انت بتضرب في ناس احنا شايفينهم بديل الشرعي لحزب الله، زي ما انت بتعمل في السلطه الفلسطينيه بالظبط، منع عنها الاموال، واحنا شايفين انها تيجي تحكم قطاع غزه. في خلاف قوي جدا. نشعر بقلق ازاء تقارير عن استخدام الفوسفور الابيض، من الواضح ان هناك استخداما عسكريا مشروعا للفوسفور الابيض، لكن هذا لا يشمل استخدامه ضد المدنيين، وهذا يعني انه اذا استخدمته فعليك ان تفعل كل ما بوسعك لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. بس الخلاف ده اخرته ايه؟ اخرته هلاك نتنياهو. ليه؟ لان تقييم المخابرات الامريكيه ان اسرائيل عماله تستفز حزب الله، وعاوز تفتح الحدود الجنوبيه. اسرائيل هتطحن لو فتحت الحدود الجنوبيه دلوقتي قبل ما تخلص غزه. انا بقولكش حضرتك ان اسرائيل لو دخلت في حرب مع حزب الله لوحدها هتتهزم او تتبهدل، لا، انا بقولك امريكا شايفه ان فتح جبهتين اسرائيل فرصتها في الفوز تقريبا منعدمه. ليه؟ كذا حاجه بقى. اولا، خد بالك انت تعداد القوات بتاعتك ما يكفيش ان انت تشن حرب على جبهتين، وان انت لو فتحت جبهه جنوبيه وانت اصلا معظم قواتك في غزه هتخلي فيه انتشار ضعيف للقوات داخل الحدود اللبنانيه، ما يسمح لقوات حزب الله انها تتغلب عليك. ليه؟ خد بالك تعداد قوات حزب الله 150,000 جندي. ماشي؟ ده مش حماس. حماس بتتجنب مواجهه مباشره، حزب الله بيستدعي مواجهه مباشره. وخد بالك ان اسرائيل جربت المواجهه المباشره قبل كده مع حزب الله في 2006 واتبهدلت. ده حاجه. تاني حاجه، انت اصلا ده برضه وفقا للمخابرات الامريكيه، ده مش كلامي، انت اصلا يا اسرائيل هتفقد ميزه الهجوم الجوي بتاعك او التفوق الجوي بتاعك. ليه؟ قال لك والله لان الطيارين الصهاينه اصلا منهكين في الضربات الجويه اللي بيشنوها على قطاع غزه، يوميا بيشنوا عدد ضخم جدا من الضربات الجويه. غزه اتضربت ما يوازي 4 قنبله نوويه بفضل الضربات الجويه مكثفه جدا، وخد بالك ان الجنود الصهاينه كل ما يلاقوا اي مواجهه مباشره مع اعضاء حماس بيستدعوا سلاح الجو. فالطيارين الصهاينه اتبهدلوا، يعني طلعات جويه بشكل غير طبيعي عنيف جدا. فانت دلوقتي بتفتح لهم جبهه جديده مطالب بضربات جويه كثيفه هتنهك الطيارين بتوعك اصلا ان هم منهكين. طب المفاجأة الجديدة، المفاجأة الجديدة إن الطيران أصلاً الإسرائيلي في حاجة لصيانة، لأن عدد الضربات الجوية اللي تم شنها على قطاع غزة تستدعي إن الطيارات دي تخش مرحلة صيانة. فأنت هتدخلها حرب جديدة؟ طب الهدف الثالث، قال لك الحاجة الثالثة بقى دي مصيبة سوداء، لازم تعرف إن حزب الله عنده مضادات جوية حتى لو ما استخدمهاش لحد دلوقتي بكثافة فهي موجودة. وده عكس حماس، لان حماس ما عندهاش. افراد حماس ممكن يسقطوا من روحيه مثلا، طياره هليكوبتر مثلا، بصواريخ سام اللي هي محموله على الكتف دي. انما حزب الله عنده مضادات، وهرجعك لتقرير نزل في واشنطن بوست وول ستريت جورنال، بس اكتر هو كان انفراد الاول لوول ستريت جورنال وبعد كده واشنطن بوست نقلته. وول ستريت جورنال بتقول لك ان فاجنر او ميليشيات فاجنر اللي كانت بتعمل في سوريا تم شراء منظومات دفاع جوي منها ونقلها لحزب الله. فمنظومات الدفاع الجوي دي امريكا مقتنعه تماما انها موجوده، حتى لو ما تمش استخدامها فحزب الله يمتلك منظومات دفاع جوي، وحتى لو ما فيش بتاعه فاجنر ايران نقلت منظومات دفاع جوي لحزب الله، وايران لن تترك حزب الله في مواجهه ضد اسرائيل بدون دعمه. انا ما بتكلمش ان ايران هتضرب اسرائيل، بس هتبعت اسلحه بشكل كبير جدا، عكس حماس. حماس صعب ان انت تدعمها، انما حزب الله عنده جبهات كتير جدا ممكن تدعموا من خلالها. ممكن سوريا يصدروا السلاح لسوريا وبعدين يصدروه لحزب الله، ممكن عن طريق البحر، ممكن حاجات كتير قوي قوي. بس دعم حزب الله مسألة سهلة بالنسبة لإيران. بس تاني حاجة لازم تعرف إن حزب الله متفوق بشكل كاسح عن حماس. قوات حزب الله الأرضية اللي هي مشاة تعتبر من أكفأ القوات على مستوى العالم. أنا بقولش حضرتك أكفأ قوة، أنا بقول لحضرتك من أكفأ القوات الخاصة على مستوى العالم. خلاص، وأنا كنت أذعت التقرير ده قبل كده. إن قوات حزب الله متمرنة كويس جدا، بالذات في خوض قتال ضد القوات الإسرائيلية، مش ضد أي قوات تانية. حاجة النقطة اللي بعد كده، إن أنت خلي بالك إن مواجهة غزة اللي أنت أصلا غرست فيها كنتنياهو، لازم تعرف إن أنت هتبقى في حرب مفتوحة مع لبنان. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة الحرب المفتوحة دي ممكن الروس، ودي حته من عندي انا ما اتقالتش، ممكن الروس والايرانيين يفضلوا يستنزفوك في حرب زي كده ما تعرفش تخرج منها، زي ما انت مش عارف تخرج من غزه كده بالظبط. ما تعرفش تخرج من حرب مفتوحه، لان المره دي ممكن ايران تخش تدعم حزب الله تستنزفك في حرب طويله، الروس يخشوا ويشوفوا مساله كويسه جدا ان يتم استنزاف اسرائيل. وده اللي حصل بالظبط، عشان كده امريكا سحبت جيرالد فورد. امريكا شايفه ان جبهه لبنان دي لو اتفتحت ممكن تكون حرب استنزاف، بس داخل لبنان عشان ما تعرفش تخرج، زي الروس مش عارفين يخرجوا من اوكرانيا بالظبط، فيتم استنزاف الجيش الاسرائيلي. اول تقرير من المخابرات الدفاعيه الخاصه بالجيش الامريكي تقول ان اسرائيل معرضه للهزيمه او مش هتنجح في الانتصار على حزب الله، وده يضعك قدام باب الاستنزاف لحرب مطوله من الجيش الاسرائيلي اللي كل ما يشوف نفسه مش قادر ينتصر هيمد في الحرب دي، زي ما بيعمل في غزه بالظبط. انا مش جايب لك مثل من عندي او انا بهلس او بفكر معاك خالص، انت قدامك غزه. اسرائيل قالت لك هننهي الحرب في شهر، النهارده وزير الدفاع الاسرائيلي بيقول لك الحرب دي هتستمر 6 أشهر كمان، ان ما كانتش السنه كلها. فهيعملوا ايه في لبنان؟ كل ما يشوفوا ان هو مش قادرين ينتصروا هيمدوا الحرب اطول، وده اللي عاوزاه روسيا. انت بتستدعي قوه خارجيه تخش في الشرق الاوسط، سيبك من ايران، لا لا لا، تستدعي الروس. يقول لك ده حاجه كويسه جدا، خلي الامريكان يخشوا لبنان مع اليهود او مع الصهاينه ونشوف هيحصل ايه. عشان كده امريكا فرت بحمله الطائرات جيرالد فورد. قالت لك ماليش فيه. اسرائيل عاوز تفتح الجبهه دي تفتحها لوحدها. طيب خلاصه الكلام ان التقرير ده نازل في الاعلام الامريكي عشان يهدد نتنياهو وعشان يكشف نتنياهو. نتنياهو مش عارف يكسب في غزه فهيستدعي حزب الله ان هو يخوض حرب ضده. وعلى فكره في بعض الناس هتيجي تقول لي على فكره انت بتناقض نفسك، الفيديو اللي فات جبت مقاله لواحد اسمه عاموس هرئيل بيقول لك صعب او هو بيتوقع ان مفيش حرب تحصل بين حزب الله واسرائيل لان الاهداف اللي بيضربوها اهداف فارغه يعني حزب الله قصف 60 صاروخ وما حصلش اصابات في الجانب الاسرائيلي، وفي نفس الوقت اسرائيل بتحد او بترد ضربات انتقائيه ما تسببش فيها برضو اصابات خطيره. خلاص ده اللي قاله عاموس هرئيل. بس خد بالك امريكا ما بتكلمكش على ارض الواقع اللي بيحصل في الحرب، امريكا بتقول لك ده قرار سياسي هيطلع من نتنياهو. يعني عاموس هرئيل او المقاله اللي انا جبتها لحضرتك هي بتقرا مشهد بالظبط اللي على الارض، بس قرار سياسي من نتنياهو اللي بيبحث عن رقبته واللي شايف ان هو لو الحرب دي انتهت مش هيعرف يحكم اي حاجه وهيخرج من مشهد سياسي في اسرائيل، شايف الحرب دي تمتد. فعشان كده ممكن يصدر امر بالحرب مع لبنان. فالامريكان قال لك ماليش فيه. وتاني انتوني بلينكن جاي اسرائيل النهارده عشان خطه سلام، نتنياهو قال له لا مفيش خطه سلام، الحرب دي هتستمر، وانا بقول كده للاصدقاء والاعداء الحرب هتستمر. سنبحث مع الشركاء استعادة مسار السلام في المنطقة، المهمة صعبة لكن سنواصل الجهود للتهدئة. وعلى فكرة سكاي نيوز عربية كاتبة بتقول إن في رسالة نتنياهو بيقولها لحماس حزب الله بيفهمها برضه، وهي إيه؟ إن الحرب هتستمر وإن هيحصل حرب. وعلى فكرة موضوع الحرب مع لبنان بالنسبة للقادة الإسرائيليين خاصة نتنياهو أمر مفروغ منه. حتى لو الامريكان بيعملوا اللي هم بيعملوه ده اعلاميا وبعتين له انتوني بلينكن، امر حرب مع لبنان او امر الحرب مع حزب الله امر مفروغ منه بالنسبه لنتنياهو فقط. شايف ان ده الحل الوحيد. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، بس تاني نتنياهو ده بريتس وراجل يجب ان احنا ندعمه ويجب ان احنا نسقف له كل يوم، لان فعلا الراجل ده هياخد اسرائيل في 60 داهيه عشان رقبته، عشان يقعد على الكرسي هيودي اسرائيل في 60 داهيه. وبالمناسبه اوعى تفتكر فقط ان الصهاينه هم الوحيدين اللي بيتاثروا، انا عاوزك تبص على الاردن. الاوضاع في الاردن الاقتصاديه صعبه جدا نتيجه حرب غزه، والنهارده ملك الاردن طلع حذر من تاثير حرب غزه على الاردن. انا ما بجيبش سيره مصر، هتيجي تقول لي طب ما تبص على اقتصاد بلدك يا سيدي، عارف انا بتكلم دلوقتي الاردن برضه متاثره زينا ويمكن اكتر كمان مننا. خلاص فخد بالك من الحته دي. يا رب اكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب ننصر مصر، رب ننصر العرب. تحيا مصر، سلام. محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك.